اخوي يلا اطلع بسرعه، اطلع اطلع يلا يلا يا اخوي يلا يلا. عمالك يا اخي عمالك، ايش بك؟ وانت تريد تبيت استخاره لا تطلع على السراي. يلا يا رب. عمالك يا اخي عمالك. من وين من وين وين رايح؟ حلف على اليسار يا اخي. لا تواخذني انا جديد على الشوفره بالبلد، تعلمني على الطريق ما اعرف. الله يلعن ابو الشوفره تكره العمر. روح روح من هون سوي. وطي صوتك سجده شوي، كيف صوت عالي؟ يا اخوي مليح مليح، هيك ايش بيك؟ اسمع اسمع، هذا الغنى والصوت اللي ينسمع. اي اي هذا عرس ابو حسين الشرطي والمطرب عقب الناعم. يا اخي من شاب من شاب كله. طفي السيجاره يا بتاع كل شبابيك. اوهو علينا، كل واحد يريد يطلع معانا يحسب حاله اشترى السياره وصاحب السياره. يا اخي هاي السياره سيارتي وهذا الرزق رزقي، وما تريد افتح الباب وانزل الله وياك. صف صفقه جميله لك، صف صفقه سني تفضل. وقف هات 50 ليره. شان ايش 50 ورا؟ ما تعرف ليش الخمسين؟ لأن احنا هاي السيارة قاعد ندفع عليها ضريبة 50,000 ليرة سنويا، ما عدا البواجي والإكراميات والتصليح والبطاريات والتصويج وزاد الشوفيرية اللي نحطهم على السيارة. الله يلعنوا أبو السيارة لعن. طيب طيب خلاص فهمت. هاي 50 ورا. الله وياك. كمل الطريق مشي واتشمس. ايه الله وياك. شيش انزل وجع. بس الناس مو عاجبها. خذ القرض. اطلع اطلع يا ولد، اطلع يا ولد، اطلع عندي عندي هاد. شوف يا ابني، أنا درست مشروعك مليح، وأنا اللي بحسن بساعدك تمام؟ أولاً أنا بدخل معك الشريك 40% من الأرباح فقط. بالأرباح فقط؟ وبركي خسرت؟ إيش شايفني مجنون مثلاً؟ واحد مثل حكايتك مغترب ابا عن جد جاي على البلد وعبكت ملايين الدولارات. لحقني عبكت زبل عم بربح بلاوي، بقى شلون ملايين الدولارات؟ ايه وشلون بدك تساعدني؟ هدول ماكيناتك بالمينا بدك تكب لي اياهم، بدك تنساهم بالمره، يعني بدك تبعث لي على الانترنت تشتري بدالهم جدد. ايه بس هالالات حقها ملايين يا باشا. لك يا غشيم يا غشيم، موضوع الاتك البلمينة بدك تنساني اياه، لانه اذا بدك طالع الالات هلا صار لها 6 سنين بالمينا، بده ياخذوا عليك مبيت وفوائد اكثر من حقهم بلاوي. لك وليش ياخذوا مني مبيت؟ هن اللي ما عم يعطوني الالات، هن اللي معرقلين لي الشغل، انا ايش ذنبي؟ ولك ابني قلت لك انسى. هي اولا، وثانيا وثانيا يا حباب، انا رح اعمل لك تراخيص وموافقات من اول لجديد. من اول لجديد؟ على هالتشميسه هي ما كنت حاسب حسابها. لك يا غشيم يا غشيم، التراخيص اللي رح اعمل لك ياهن الله بتقول انه منشاتك رح تنتج اكياس نايلو سودا تبع القمامه، يعني تبع الزباله. ايه بس هيك نحن عم نكذب على الدوله. انسى انسى،
انت ما عم تكذب على الدولة، انت عم تكذب علي انا. ويا سيدي انا مصدق، ايش بدك احسن من هيك؟ ايه بس الكذب بضل كذب يا باشا. ولك يا غشيم، يا غشيم انا عم بهرمك من الضرايب. اصحاب المعامل والمنشآت اذا بده يشتغلوا مثل ما عم بتقول حضرتك، ايه ارباحهم كلها ما بكفيهم ضرايب وتبلي الموظفين عليهم. ايش قلنا؟ انسى. براو عليك لقطع الطاير. الله يرحمك يا جدي، وقد كنت اجلس وحدي الليالي الشديدة البرودة أبكي من الجوع والوحدة، وكنت أشعل النار بقرب الأشجار الكبيرة بين قوسين قز الليلة. ولكن نار الدنيا كلها لم تكن تدفئ وحشتي في الغربة، ولم تكن تسكن ألمي أو ترد جوعي، ولم ينقذني سوى العمل والصبر. الله يرحمك يا جدي. الله يرحمنا جميل. لا تستغرب يا حفيدي يا راضي، لقيتك مخنوق جيت أواشيك. تفضل جدو، تفضل تفضل ارتاح. اهلين وسهلين. كنت تحكي لنا عن الحارة وعن أهلك وعن المحبة وعن الألفة وعن الناس اللي تساعد بعضها وتوقف مع بعضها، عن الشهامة عن الرجولة. وكنت تقول الناس ببلدنا غير شكل، الكل عيلة وحدة، فرح الواحد فرح الكل، مصيبة الواحد مصيبة الكل، والكل على قلب واحد، لا بيعرفوا الكذب ولا النفاق ولا الغدر ولا الغش، ناس بتهد جبال. ليش مو هيك الحقيقة؟ ما بعرف يا جدي، ما بعرف. أنا شفت الناس غير الناس، والعالم اللي حكيت لي عنهم غير العالم اللي شفتهم هلا. يعني تعبي وشقاي اللي بالغربة راحوا على الفاضي. أنا كنت بتمنى تعمل الشغلة اللي ما قدرت أنا أعمله، ترجع البسمة لشي طفل مسكين، لعامل عاطل عن العمل ما معه حق بين الطرماي. آخ قلبي، قلبي قلبي جدو، قلبي جدي جدو استريح على مهلا. رح جبين عند البابين، ما بحسن بدركك يا جدي. رح روح جبين، رح قلبي قلبي. حولي جدي، حولي عم قلكم جدي جدي جدي. لك جوا، هو هو جوا. لك تعو تعو. لك لك جدي جدي لك جدي تعو. لك حولي. انه جدك مات من 15 سنة، هو عم يحلم يرجع لأرض الوطن. جدي مزبوط مزبوط، جدك كان هون، جدك في كل بيت في كل حارة، جدك فينا كلياتنا، نحن جدك. الله يسامحك، كنت ما تحكي له عن اللي صار معك، ما كان هرب لقبره. ليش هرب؟ تعالوا تعالوا تعالوا، ما قلنا شنو نشرب شنو. تعالوا قوموا يا حول Yeah.
السلام عليكم. يا اهلين بالاستاذ راضي، يا اهلين بريحه البركه وعبق التاريخ. اهلين استاذ. عبق التاريخ؟ ايش هالتشبيه ابو عدنان؟ اكيد بدك مني شيء. الحقيقه ايه، بس الك الا الديب. مو عارف ايش بدك مني بالاول؟ ايه تفضل تفضل احكي جوا. تفضل تفضل استاذ تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل تفضل استاذ. مو هيك مو هيك استاذ راضي، مو هيك. أنا سمعت إنك بدك تعمل مشاريع صناعية كبيرة وهيك شيء يعني. إن شاء الله إن شاء الله، الله يتمم بالخير بس. بتعرف يا أستاذ؟ صحيح أنا خانتي بس مخي صناعي وحابب أعمل مشروع، مشروع كبير، إيش رأيك بقى؟ لا توقف ولا دقيقة، إيش عم تستنى؟ فورا. أنا مشروعي توليد الطاقة الكهربائية بالهواء. ممتاز، وش مستني؟ مسيك بدي مسيك، إيه ما معي. يا ريت تعمل معي معروف وتدينني الخمس ملايين ليرة. بس أنا عندي مصاريف كتير ومشروعي يعني يا دوب يا دوب اللي معي يكفيني. إيه لا ولو أنا مبلغي بسيط كتير، كله خمس ملايين ليرة، وبعدين من هون لبين ما يصير مشروعك أعطيني عمر وهلا بنكتب كمبيالة بينات بعضنا. إيه وبعدين أنت جاي مغترب ومعك مصاري والمصاري عم تزرزب منك زرب. شوف بقى إذا ما دينتني بزعل منك. ها لك أنا إذا بدي أعطيك إلا 5 ملايين وللثاني 4 ملايين وللثالث 6 ملايين. كنت شمست وصفيت على الحديدة من 6 سنين. السلام عليكم. خاطركم يا جماعة، عندي شغل ضروري. 5 ملايين إيش بك؟ هي 5 ملايين ومع البخل شو قدك شحيح. الله لا يطعم الشحادة سعادة. أنا رايح الخان شباب. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ. اهلين اهلين، شرفتوا. اهلا وسهلا. في شيء امور ممكن تستوعبوا عنا، ممكن يكون اي شغله نحن جاهزين استاذ؟ ان شاء الله مبسوطين، ممنونين جدا. اهلا وسهلا، شرفتوا. ان شاء الله الف صحه وغنى لك. انت هاللطف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. في حياتي ما مرقت بهيك حاله. اهلا وسهلا، شرفتوا. ان شاء الله صحه. اهلا وسهلا. سيدي طمنا شيء. لا لا سلامتك، انا ما بعرف اللي بعد. اهلا وسهلا، شرفتوا. اهلا وسهلا. هلا ما خبرتني شو اسمك؟ هذا المسؤول الكبير اللي كنت مشيرته رفعه وصار اكبر بكثير من اول. لك ممتاز، هيك احسن لك. منين يا حسره؟ قال لي شوف لك شيء مسؤول ثاني تابع لك الموضوع. قلت له يا باش انت هيك عم تحطني بنص البير وعم تقطع الحبله فيني. يخرب بيته، يعني فوق ما بده يربح على البارد والمرتاح، وما بده يدفع ولا شيء ولا يتعذب، صار هلا ما بده. قال لي روح روح عمي روح. ايه انا مشروعك كله ما بنكوش فيه سنيني، والعقد اللي بيناتنا بنسبة 40% بده يضل ساري مفعول، وإلا بتقرير صغير بخرب بيتك وبيت اللي خلفوه. ايه وش رح تساوي هلا؟ ايش رح اساوي يعني؟ ايش رح اساوي؟ إيه من غير ما يكتب فيني تقرير خرب لي بيتي، خلاني اشتري ماكينات مرة تانية ودفعت حقه من ثروة العيلة. وصاروا بنص المحيط. ايه ارض المعمل مخصصه لك، شو صار فيها؟ ايه منيح اللي ذكرتيني، عندي موعد بعد شوي مع المتعهد، ولسه بدي اعدي على المختار اخده يورجوني على الارض واتعرف على المتضمن والراعي. ايه مو معك معنا هيك. اهلا وسهلا، شرفت. اهلا وسهلا، الله يسلمك. ان شاء الله الف صحه وهنا. على قلبك. 400 دولار؟ وبعدين ليش بالدولار؟ ولو استاذ مغترب وكلك ذوق ومفهوميه. وعس كان مغترب، ايش شايفني مشيش الا مشمس الا جايب مصراتي من التله. ايه يا معود يا معود يا معود. ايه قال يا بنات الزنن يروحون علينا بعلميه شاربين. والله اني احبكم ولوم اني احبكم لنتفت الشاربين. روحي عليكم يا المزيونات، روحي عليكم تروحونه مني لفين لفين. يا بنات المكلة يا دواكم لعلة، يا بنات المكلة يا دواكم. يبا الغني يبا الغني يا ما عارفها يا شيخ. والمحبة دارية يا بنات المكلة يا دواكم لعلة،
بنات المكلة يا دواكم لعلة والمحبة لعلة والمحبة هوية. رحت انا عالبيدر ورجعت مالبيدر، رحت انا عالبيدر ورجعت مالبيدر، والله ما اعرف وش صار والمحبة هي. جم 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 يا عمي جم جم الشباب جم. هلا هلا وسهلا، هلا هلا يا جون، هلا وسهلا بالشباب. يلا جم. السلام عليكم، مرحبا يا شباب. وعليكم السلام. هلا ابو حميد. هلا بالمختار. يا هلا يا هلا بالمختار وضيوفه. هلا بالشباب. يا هلا هلا بالشباب. الاستاذ راضي. استاذ راضي ايش عليه؟ اهلا وسهلا بالاستاذ راضي. شو يا ابن الحلال، مقدمات من دون وحكي فاضي من دون. هاي الخريطه خذها يا مختار، وهذا الزلمه صاحب الارض، وهذا الزلمه المتضمن الارض، وانا الراعي. مختار، هلا هاي هي الارض المخصصه لي؟ لك قلتوا لي بالمنطقه الصناعيه، وين المنطقه الصناعيه؟ هي تسال على المنطقه الصناعيه؟ شايف ذاك الجبل؟ وراه بالتمام تلاقيها. لحم على هالصواب، هي الارض بعيده وما لها طريق نظامي، ولا في هون لا مي ولا كهرباء ولا خدمات، شلون بدي ابني مشروعي تشييش؟ ايه، وزاد الارض اللي خصصوك بيها بهذا التنظيم الجديد جعد الأسع ما هي مستملكة. إيه؟ مثل ما قلت، بعدين بي عليها قضية ورثة مشربكة. إيه؟ وأصحاب الأرض ما راح يتخلون عنها. إيه؟ وهذا اللي متضمن الأرض زارع بيها شعير ما يطلع منها. إيه؟ وانحجرة واحدة نزلت بالأرض هون، ترى تقرأ على روحك الفاتحة قبلها. ها؟ إيه؟ إيه؟ يوال. إيه؟ يوال أن يحفر قبرك هين يوال. العبا العبا.